بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن شاهد منزلك وأحصل على اتجاه أي قمر صناعي من الأقمار الصناعية من أمثال العربسات وبدر والنايلسات والهوت بيرد وغيرهم، واحصل كذلك على ترددات جميع القنوات الفضائية أو حتى الراديو. طبعا كل ما علينا هو التوجه إلى هذا الموقع الذي سوف نضع لكم رابطه أسفل الفيديو إن شاء الله، وذلك للحصول على اتجاه أي قمر صناعي ومشاهدة منزلنا. في البداية عندما تفتح الصفحة سوف ترى أن الموقع يفتح على دولتك، إذ كانت الدولة تستخدم IP ثابت، وإن كان تستخدم IP متغير فكل ما عليك أن تضع هنا اسم الشارع والرمز البريدي والدولة. طبعا أنا سوف أقول أنني موجود في الرياض مثلا. بعد ذلك إذا حددت المدينة فكل ما عليك هو الضغط على زائد بهذه الطريقة، ثم تبحث عن منزلك بهذه الطريقة. أنا سوف أختار مثلا، سوف أقول أنه في وادي عتبة مثلا، ثم أكبر أكثر 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 أكثر. طيب الآن بعد أن حددت منزلي من هذه القائمة من هنا، أحدد القمر الذي أريده. مثلا لنفترض أنني سوف أحدد قمر مثلا نايلسات مثلا، لنختار مثلا هذا القمر. الآن كما ترون وضع لي اتجاه القمر، إذ كان بيتي هذا هو. طبعا أنا عارف أن هذا الطريق، وكذلك عارف من هذه الجهة ماذا يوجد وماذا يوجد هنا وماذا يوجد هنا. على العموم يهمني هذا، أن القمر في اتجاه طريق الملك فيصل، إذ كنت أنا في وادي عتبة مثلا. كذلك هذه البويصلة تحدد لي اتجاه القمر. اتجاه القمر هذا هو الذي باللون الأخضر، يعني ليس في مقابل الغرب بالضبط، بل مائل غليلا عن الجهة الغربية. هذا بالنسبة إلى مشاهدة منزلي والحصول على اتجاه أي قمر. الموقع الثاني الذي سوف نضع لكم رابطه أسفل الفيديو إن شاء الله، سوف تحصل من على ترددات القنوات جميعها لجميع دول العالم تقريبا. على العموم هنا لو كنت أريد تلفزيون سوف أحدد في هذا الخيار مدينتي أين هي توجد. توجد في هذا الخيار ميديال إيست، أو عفوا دولتي.
سوف أضغط الآن على مثلا أريد القنوات السعودية مثلا. سوف أضغط على سعودي أريبيا. سوف تخرج لي هنا جميع القنوات التي تنتمي إلى المملكة العربية السعودية. لنفترض أنني اخترت القناة الاقتصادية مثلا. القناة الاقتصادية موجودة على بدر 5 وبدر 4 ونايلسات 102. طبعا أنا سوف أضغط على اسم القناة الاقتصادية تي في. هنا يخرج لي إن كنت مثلا أريد النايلسات، سوف يخرج لي هنا التردد وهنا الترميز إن كان أفقي أو عمودي، ومن هنا أيضا أحتاج هذا الرقم، نسيت ما اسمه في الرسيفر، العموم وهذا الرقم سوف أحتاجهم. وبهذا يكون قد انتهى درسنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وكذلك زيارة موقعنا والاشتراك في القائمة البريدية، وزيارة صفحتنا على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس وانستغرام، والاشتراك بهم. وفي أمان الله، في دروس قادمة إن شاء الله.